وصلت مؤسسة حياة كريمة ولليوم الرابع على التوالي إطلاق مبادرة توفير اللحوم المجمدة والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين بمحافظة بني سويف، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي برفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث توفر مؤسسة حياة كريمة اللحوم من خلال المنفذ بمحافظة بني سويف بسعر 185 جنيها للكيلو الواحد من اللحوم المجمدة و90 جنيها للدواجن. موفرين لحوم باسعار مخفضه وسط اقبال كبير جدا من الناس. احنا عاملين كيلو اللحمه ب 185 جنيه، كيلو الفراخ ب 90 جنيه. الحمد لله احنا قدرنا نوفر جوده عاليه بسعر كويس جدا، فالاقبال كبير جدا من الناس على اللحوم. اقبال كبير جدا لليوم الرابع على التوالي، ونتمنى ان المبادره تستمر لفتره اكبر علشان نغطي اكبر عدد من محافظه بني سويف. وان شاء الله احنا متواجدين دلوقتي في موقف محي الدين وفي اقبال كبير جدا. اشتريت لحمه ب 185 والسعر ده مناسب للجميع، وربنا يكرم الناس ويكرم السبب اللي هم السبب في ترخيص الحاجه دي. احنا بنشكر مؤسسه حياه كريمه على توفيرها للدعم، لان احنا بنجيب كيلو اللحمه من بره ب 400 جنيه، هم وفروا لنا مبلغ كبير، لان بيبقى هنا ب 180 مدعمه ولحمه كويسه ولحمه زي عند الجزار بالظبط. انا والدي بعتني قال لي روح اشتري لحمه من مبادره حياه كريمه، وفعلا جيت هنا ولقيت كل حاجه تمام، ومبادره حياه كريمه بتقدم لنا حاجه كويسه ولحمه 100 100 وتمام التمام.